السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو ازاي ممكن نزود البيض بطريقة رخيصة وغير مكلفة. ازاي تقدر تزود انتاج البيض عندك من غير ما تصرف كتير، وبأكلة يعني كل الناس دلوقتي بتجيبها وموجودة بأسعار يعني نقدر نقول عليها رخيصة، لكن هي مش رخيصة للدرجة اللي تخليك يعني توفر مبالغ ضخمة، لكن هي رخيصة من حيث الانتاج. يعني هتزود لك انتاج الطيور بتاعتك زيادة مش هتتخيلها، يعني زيادة فعلا واقعة ومفعولة وسريعة وواضحة في اقرب وقت. الاكلة دي موجودة في السوق واسعارها نقدر نقول عليها في متناول اليد، مش غالية، هي مش رخيصة قوي لكنها مش غالية، وهتساعد على زيادة معدل تحويل العلف وزيادة معدل تحويل الاكل كله اللي بنقدمه للطيور، ومن ثم انت الانتاج عندك هيكون زيادة، وبإذن الله مبارك عليك كل الانتاج اللي هتاخده. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. مفيش اكلة سحرية بتدوس على الزرار كده وتديها للطيور فانتاج البيض بتاعهم بيزيد، او مشكلة قلة الانتاج او انقطاع او تأخير انتاج البيض بتتحل كده بزراير. في اساسيات، وفي طائر عندك ممكن يكون عمره ما هيبيض ابدا، ده لانه مش متأسس صح. فالفكرة مش في الاكلات اللي احنا بنديها، لا، الفكرة اصلا في التأسيس السليم. ازاي ممكن تأسس الطائر بتاعك تأسيس سليم فيطلع انتاج بعد كده انتاج كتير ووفير وما يحصلوش مشاكل والامراض ما تأثرش فيه ومناعته تبقى قوية ضد اي عدوى او بكتيريا او ضد اي فيروس مثلا جايله، وخصوصا طبعا في الشتاء اللي احنا فيه. وعلى فكرة فصل الشتاء كده كده اصلا فصل الشتاء الانتاج فيه بيبقى قليل، وعند بعض الناس بينقطع تماما انتاج البيض. علشان بقى تحصن الطيور بتاعتك، لو انت عندك شوية كتاكيت كده جداد ولسه مفقوسين من البيض، لازم تربيهم تربية سليمة وتنشئهم يعني تنشئة قوية من حيث المناعة ومن حيث تنويع الأكل ومن حيث التقفيل عليهم والحفاظ عليهم من العدوى، من حيث كل حاجة، لأن أول شهر هو اللي بيتحكم فيه الإنتاج بعد كده. أول شهر من عمر الطائر هو اللي بيخلي الطائر بعد كده يكمل على وتيرة قوية ويبقى إنتاجه قوي بعد كده كل ما يكبر يوم عن يوم. أول شهر هو اللي تقدر تقول عليه البوصلة أو الحاجة اللي بتأكد لينا إن شاء الله إن الطائر ده هيكون إنتاجه كويس. بعد ما تخطي أول شهر لازم بقى تاخد بالك من أساليب الرعاية المختلفة، أساليب الرعاية المختلفة من النظافة المستمرة، أساليب زي مثلا تنويع الأكل، ممكن تبدأ تدخل الأكل ليهم كده واحدة واحدة بعد أسبوعين مثلا أكلات مختلفة غير العلف، الأكل ده هيكون مفيد ليهم جدا. تبدأ تدخل ليهم الخضروات المختلفة، لأن الخضروات من أكتر الحاجات اللي بتساعد على زيادة إنتاج البيض، لأن الخضروات مليانة بالفيتامينات والأملاح المعدنية اللازمة لصحة الطائر عموما. بعد ما عملت التهوية بتاعتك الجيدة، وبعد ما عملت التنظيف بتاعك المستمر، وبعد ما اديتهم اكل متنوع، وبعد ما شمستهم طول اليوم في الشمس خصوصا في فصل الشتاء، لان فصل الشتاء الانتاج فيه بيقل بسبب ان الجو يعني ما فيهوش درجة الحرارة المرتفعة، لان الدفى بيخلي الانتاج يزيد، لان الاكل بيروح ما بيدفش الطائر، الاكل بيروح على الانتاج مباشرة، انما البرد بيخلي الاكل يروح على الدفى فالطائر يتدفى بالاكل وما ينتجش. انما لما يكون الجو معتدل وفي دفى، ودي زيتونة الانتاج على فكرة، دي زيتونة انتاج البيض، لازم تحافظ على درجات الحرارة في العنبر بتاعك او في السطح بتاعك تكون يعني درجات مناسبة للانتاج ومناسبة لزيادة انتاج البيض.
لأن ارتفاع درجة الحرارة الزائد عن اللزوم مضر، وانخفاض درجة الحرارة الزائد عن اللزوم مضر. بعد ما عملت كل الأساسيات دي، تعال أقول لك بقى الجوهرة بتاعت النهاردة. والجوهرة بتاعت النهاردة هو طعام للرسول صلى الله عليه وسلم، هو طعام مفيد جدا، واتقال عنه يعني، واتعملت عليه أبحاث كتيرة جدا وكبيرة جدا، وكلنا اتأكدنا من فائدته، هو البلح أو التمر. البلح أو التمر فيه منه أنواع نقدر نقول عليها رديئة شوية في السوق، أنواع رديئة ممكن تجيبها بالجملة تبقى أرخص كمان. الأنواع دي هتقدمها للطيور بتاعتك، ولما تقدمها للطيور بتاعتك هتقدمها على هيئة يعني تفرمها كويس جدا وتقدمها وهي طرية كده، ولو كانت ناشفة عادي برضو ممكن تقدمها، لكن تفرمها فرم جيد، تخلطها في الخلاط كده جامد لحد ما تبقى ناعمة جدا، والطائر يستطيع انه يتناولها ويستفيد بيها ويهضمها بسهولة، لان البلح برضو بعض الاوقات بيكون بيشنق وصعب كده في التناول. ويستحسن طبعا ان البلح ده يكون محلي، يعني يكون مسكر، ما يكونش كده ماسخ عشان يقدروا ياكلوه ويحبوا ياكلوه. بعد ما تفرم البلح ويتقدمه للطيور، لازم تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، ان المية لازم تتجدد باستمرار في العنبر، خصوصا لما تقدم معاهم البلح، لان البلح زي ما قلنا بيبقى صعب شوية في البلع، لكنهم هيحبوه جدا. فعلشان تسهل عليهم موضوع البلع ده، لازم انت تقدم ليهم مية باستمرار، وتكون مية نظيفة، وهتلاقيهم بيشربوا مية بكمية كبيرة جدا. وشرب المياه بكميات كبيرة جدا ده هيخليهم يهضموا اكتر، والبلح هيخليهم يهضموا اكتر، وهيخليهم ينتجوا انتاج اكتر لما يتناولوا كميات اكبر من العلف، وزيادة معدل التحويل عندهم هتكون واضحة جدا. وبكده انت هتزود انتاج البيض عندك باكلة موفرة جدا، وممكن تستخدمها بدل الخضروات لان هي مهضمة، لكن يستحسن يعني تكون الخضروات موجودة برضو علشان الانتاج يكون وفير واكتر واكتر. ده كان فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه، وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول عن طريق اشعارات مباشره ليك من اليوتيوب. وما تنساش تعمل لنا تعليق على الفيديو باي مشكله بتواجهك في عالم تربيه الطيور، واحنا في اقرب وقت باذن الله هنرد عليك بالحل وبالطريقه اللي تتخلص عن طريقها بالمشكله اللي بتواجهك. احنا الفتره الجايه ان شاء الله، رغم الظروف الصعبه ورغم الضغوطات اللي علينا بسبب دخول العام الدراسي، لكن احنا مصرين نكمل على القناة، ومصرين نقدم فيديوهات بشكل متواتر وبشكل مستمر، وما نقطعش ابدا عن القناة، ودايما نقدم فيديوهات، لاننا دايما بنلاقي واحنا اثناء دورات تربيتنا للطيور بنلاقي معلومات جديدة وافكار جديدة وحاجات جديدة احنا مش بنرضى نبخل بيها عليكم، ودايما بنسعى ان احنا نشارككم في الرأي، ودايما بنستنى منكم تعليقات حتى لو سلبية، يعني لو عندك اعتراض على حاجة، بتختلف معانا في حاجة، بتنتقد حاجة، احنا هنستنى منك الكلام كله وبصدر رحب جدا، ونتناقش، وكلنا في الاخر بنتعلم من بعض، ونشوفكم على الف مليون خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.